أهلا وسهلا مشاهدين، حياكم الله أينما كنتم. اليوم فلوك جديد في معرض فوديكس. إن شاء الله يا ربينا الإعجاب ديالكم هذا الفيديو دائما الجديد. ما تنساوش دير اللايك والاشتراك وصلكم كل جديد. مشاهدين الأعزاء، اليوم مشينا كاين هذا المعرض، هذا دولي، فيه يعني كل واحد بحال اللي قالوا كيجيب البضاعة ديالو تيعرضها في هذا المعرض، معرض مدينة جدة. خليكم معنا. تفضل، اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. عن الشاي اللذيذ بالجوده الاصليه باللعب الاصلي هنا، مش موجود غير عندنا هنا. ما شاء الله. هذا اسمه ايه؟ شاي ايه؟ الشاي الرشفه الاولى دي ايه؟ هذا شاي ماليزيا الجري، يعني الرشي سريلانكي، على جوده في سريلانكا. ما شاء الله، النقي الصافي البيور يعني. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافيه، حياك الله. بحال اللي كتشوفوا هنايا هاد الايادي المنتجه، يعني ما هي معنات ايادي المنتجه؟ الحريم اللي هما كيصوبوا هاد المنتجات في ديورهم. ولما يكون هكا شي معرض ولا كيكون شي حاجه، نتوما بحال شفتوا هاد السيده ما شاء الله عليها، دايره واحد الفيديو على سترها ويعني المعلومات ديالها الشخصيه، سميتها وكلشي. كيديروا هادشي في الدار، الشوكليت كيديروا، البسكوت كيديروا، ما شاء الله يعني ما شاء الله عليهم. وكيمشيو كياخذوا الباسطات او الباسطه او تياخذوا هذا وتيبقاو يبيعوا. هنا كاين واحد سميتها هذه ديال اتاي طبعا، وانا اختكم ماشيه تنلف اهو، جالسه كندور معرض كبير ما شاء الله. يعني ما نقولكمش، يعني كل ما تشتهي الانفس ما شاء الله. الناس يعني من كل دوله، يعني بس مش من السعوديه ولا مصر، من كل دول العالم طبعا كاينين هنايا. هذا مطعم اظن سريلانكي ولا فيتنامي، المهم عندهم هذه المنتجات. شي ديال الشوكليت، المهم كنبغي نصور لكم دائما الجديد، بحال اللي كنقولو كنبغي نبين لكم يعني هذا العسل ايش؟ احنا عندنا قناه يوتيوب. اخليها وين تخدم؟ هذا عسل حق السعوديه؟ الخضار بحال الثوم، بروكلي زياده فيترو، هادشي هذا يعني ما شاء الله. هو شامبينيو، جميع الخضار يعني ما شاء الله من انحاء العالم. الناس كتحط البضاعه ديالها حضرتك. مصري ما شاء الله. المهم هنا المنتجات، بقية المنتجات ما شاء الله. هنا كيديروا داك الشونتيو، هنا حلوة طحينية، هذه حلوة طحينية كيديروها من السمسم او الزنجلان، وتيطحنوا مع الدقيق. هاد السيده زي كدير باي باي، المهم تيديروا مع البيستاج وداكشي، وتتجي واعره. حلوه طحينيه معروفه طبعا في مصر، في الخليج معروفه.
هذه منتوجات فلسطينية، جايبين الزيتون ومخلل اللي هو فلفلة مرقطة وهادشي هذا. وكم أي محل هنايا هذا الكارت ديالهم منتوجات فلسطينية، وأي واحد هنا تأخذ روكن أو الباستا تقولوا الباستا يبو تبقوا إيش يبيعوا. الزيت وكيجيبوا داك زيت الزيتون وداكشي ديالهم. تحية لكل دول العربية فلسطين ديالنا. المهم بحال قلت لكم ماشية خطوة خطوة، نوريكم التقاليد والثقافات. هنا جايبين بحال قلت لكم، هنا جايبين داك البسكوت ديالهم وداك الحلويات. اي واحد يعني كيمتاز بشي حاجة ولا تيصو شي حاجة كيجيب كيعرضها في هذا المعرض. بحال قلت لكم المشاركين من انحاء العالم، من انحاء العالم. سمحوا لي بقيت تقروض لساني. هنا يا زيد ما شاء الله جايب العسل من كل البلدان، ما نقول لكم واش داكشي ديالهم زوين. هنايا بحال شتو عامر يعني، راه دابا هاد البلايص هاد البلايص شويه خاويه، في البلايص اخرين عامرين ما شاء الله. دا منتجات اسبانيوليه وما ما بقيتش عاقله ما نكذبش عليكم. المهم اول كارت قراو المطعم، هذا مطعم المهم كنصورو كل شيء. نجيب لكم الجديد، هذا المعمول تقولوا المعمول او غريبه، هذا نفس الحرمه اللي وريتكم. يلا غسلوا يديكم ومرحبا بكم. يا الذبيحه هذا غير ديكور ماشي ذبيحه، ولكن جايبين داكشي ديال الشاورما، داك المعدات الشاورما واللحم وهذا الشيء هذا. شوفوا شكون غسلوا يديكم، مرحبا بكم. من هنا يحوجني ولا يحوجكم مشاهدين. يعني ما شاء الله هاد السيده اسبانيوليه اسبانيول كتوريني، قالت لي عندها، قالت لي راه عندهم فروع في كازا وعندهم داكشي. واحد الحاجه هنايا تيديروا داك مسابقه الشيفان، يعني تيجمعوا يعني الشفات والشيفان ديال الطبخ وكيديروا مسابقه. واحلى حاجه كيشوفوا اش من طبق فاز، يعني كيديروا مسابقه. ما حيت انا ما قدرتش نصور حيت خليت الدري برا، قالوا ممنوع الدراري الصغار فخليت الدري برا. فهاد غير خرجت كيديروا مسابقه على الايش، على الطبق اللي غادي يفوز. هما دو الشيفان، هذا واحد الشيف، فيهم مصريين فيهم سعوديين فيهم، هذا السي ابراهيم افندي. حيت انا الصوت كانت صداع داكشي باش حاولت نخفي الصوت معليش. هذا شركه سباليونيا حتى هي. هو ده دائما الجديد مشاهدين، تنطلعوا على الثقافات وكنبينوا لكم كل شيء. ما تنساوش ديروا لايك اشتراك باش دائما نوصلكم الجديد ونكبروا العائله ديالنا. هذا الطين اللي هو الشريحه، حنا تنقولوا الشريحه، واو مذاقها، واو مذاقها غزال ما شاء الله صراحه. انا من الناس اللي كتعشق الشريحه، او تيقولوا لها هنا في السعوديه الطين المجفف كلاس. هنا حلويات بحال قلت لكم، اي واحد كيعرض البضاعه ديالو هنايا، يعني شيء الصراحه شيء. وهذا المعرض ما شاء الله زوين، يعني اكثر من كده ايه شيء زوين عندهم صراحه. وهنا ان شاء الله غادي نودعوكم ونقول لكم الى اللقاء. ولا عجبكم هاد الفيديوهات كتبوا لنا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. التعليقات ما تنساوش، نقول لكم خليناكم في امان.